تاريخ طويل وممتد للحياة النيابية في مصر بدأت بواكيرها عام 1824 حين أصدر محمد علي قرارا بتشكيل ما عرف بالمجلس العالي لتمثيل فئات الشعب المختلفة به، ثم أعقبه إنشاء مجلس المشورة عام 1829 برئاسة إبراهيم باشا بن محمد علي. وفي عهد الخديوي إسماعيل كان التطور الأهم في الحياة النيابية المصرية بتشكيل مجلس شورى النواب عام 1866 بلوائحه المأخوذة من اللوائح البرلمانية الأوروبية، وأصبح أعضاؤه منتخبين لأول مرة. وبحلول عام 1923 صيغ الدستور وتمخض عنه أول مجلس نيابي حقيقي له سلطة مساءلة الحكومة وسن القوانين. وبقيام ثورة يوليو بدأ نسق برلماني جديد تجلت أولى ملامحه مع صياغة دستور عام 1956 وإنشاء مجلس الأمة عام 1957، والمكون من 350 عضوا منتخبا نصفه من العمال والفلاحين. وبقي المجلس على حاله حتى وفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وفقدت الانتخابات معناها في ظل غياب كامل للحياة الحزبية بمصر حتى جاء دستور عام 1971 لتعود معه التعددية الحزبية من جديد. ومع عام 1979 أجريت أول انتخابات تشريعية في مصر على أساس حزبي منذ قيام ثورة يوليو وإلغاء الأحزاب في أعقابها. وفي عهد مبارك تم حل البرلمان 3 مرات بحكم من المحكمة الدستورية العليا، وذلك في أعوام 1984 و1987 و1990. ثم كان حل مجلس الشعب المنتخب في 2010 بقرار من المجلس العسكري الذي كان يدير البلاد بعد ثورة 25 من يناير. وعقب ثورة يناير جرى تعديل بقانون انتخاب مجلس الشعب ليصبح انتخاب ثلثي أعضاء المجلس بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي، وتم حل هذا المجلس بحكم من المحكمة الدستورية العليا عام 2012. وبناء على التعديلات الدستورية التي أعقبت ثورة 30 يونيو ألغي مجلس الشورى، وعادت أمور التشريع لغرفة واحدة منتخبة تحت اسم مجلس النواب الذي لا تفصلن عنه سوى أيام قليلة. هشام الرباط، هنا العاصمة. 600 عضو سيملؤون قاعة أو قبة مجلس الشعب، القاعة الرئيسية في قبة مجلس الشعب، على الله يكونوا بس بقولهم أماكن لأن الدنيا هتبقى زحمة جدا، لكن تقريبا 600 عضو سينتخبون منكم أنتم في هذه القاعة. الرقابة والمتابعة، خلونا نسميها المتابعة لأن الحقيقة ما عندناش رقابة، عندنا متابعة من الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني للعملية الانتخابية. خلونا اسمع رأي المتابعة والمتابعين على الأرض كيف يرون اليوم الأول من العملية الانتخابية. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي، أستاذ أيمن عقيل منسق البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات، والأستاذ سعيد عبد الحافظ منسق التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية. أهلا بكم يا سادة. أستاذ أيمن، يعني ملاحظاتك الأولى كده اللي ممكن تكتبها في نهاية اليوم الأول. هي الملاحظات مكررة على كل الانتخابات اللي أجريت في مصر قبل كده. لجان فتحت أبوابها متأخر، في لجان ما فتحتش إلا لحد الساعة 11 كمان. دعاية انتخابية ما زالت مستمرة خارج اللجان الانتخابية. ظاهرة شراء الأصوات اللي موجودة رغم إن بس السعر قل شوية، يعني كنا بنتكلم قل ولا زاد؟ أنا سامعة إن الأسعار زادت من 50 ل 200 جنيه، يعني وإمبابة كان فيه 25 جنيه يعني. في ظل الظروف الاقتصادية واضح إن المرشحين كمان ما بقاش معاهم فلوس كتير، ده في إنعاش للاقتصاد كده. لا، فللأسف الضغط على الناخبين واستغلال احتياجاتهم واستغلال هذه الظروف ما زال هو العامل الموجود. يمكن حتى في مرحلة الدعاية الانتخابية كنا رصدنا استخدام دور العبادة زي ما هو، استخدام المنشآت العامة زي ما هو، استغلال النفوذ والعلاقات مع السلطة وأصحاب النفوذ والقيادات العامة في الدولة زي ما هو. مشكلة الانتخابات المصرية هتظل كما هي، فكرة حتى ضعف وقلة المشاركة السياسية. احنا عايزين ننتقل من مرحلة ان احنا عمالين نقعد ونرصد ونقول ان احنا هنشوف ايه الحل، يعني احنا كبعثة دولية مشتركة
بتضم اربع منظمات، ويمكن التركيبه بتاعت البعثه بتاعتنا هي مختلفه نوعا ما عن بعض المنظمات الدوليه اللي بتتابع الانتخابات في مصر، لان احنا لاول مره ومن خلال معرفتي على مدار 10 سنين ان يكون في تركيبه تضم منظمه محليه بتشتغل في الشارع في الميدان في الدوائر الانتخابيه، عارفه كل حاجه عن الدائره الانتخابيه بالمرشحين بالقوائم بالايديولوجيات بالعائلات بكله، مع منظمتين دوليتين، واحده مقرها في النرويج الشبكه الدوليه لحقوق التنميه، والثانيه مقرها في سويسرا اللي هو المعهد الدولي للعداله والسلام وحقوق الانسان، وهم منظمتان غير حكوميتين غير هادفتين للربح. تمام. مفاجاه بقى هي الكوميسا، منظمه اقليميه اقتصاديه افريقيه بتضم 19 دوله افريقيه منهم مصر، انضمت للبعثه معانا، فبين اربع منظمات ازاي بتعمل هذه التركيبه وازاي بيبقى في نوع من تبادل الخبرات وكل منظمه بتقوم بدورها ما بين المتابعه المحليه والدوليه وهكذا، وازاي هل انت بتتابع زي بقيه المنظمات الدوليه يوم التصويت ولا كام يوم قبليها مرحله الدعايه والصمت الانتخابي؟ احنا تابعنا بيئه، تابعنا مناخ، تابعنا مرحله بالكامل من يناير 2015 حتى الان، حتى بعد ان حكمت المحكمه الدستوريه العليا بتاجيل الانتخابات وعدم دستوريه قانون تقسيم الدوائر، لكن ظلينا نتابع مناخ، وضع امني، اصدرنا 39 تقرير يتحدث عن العنف والارهاب الذي شهدته مصر وعنف جماعه الاخوان المسلمين وتاثيره على خارطه الطريق وتاثيره على الانتخابات ونسبه المشاركه. اشتغلنا على اللقاءات ما بين الحكومه وما بين الاحزاب السياسيه لتعديل القوانين وهل خدوا فرصتهم ولا لا؟ الاحزاب لما اجتمعوا مع بعض علشان يحاولوا يوصلوا لقائمة مشتركة وخرجوا مختلفين، كل ده ده اللي احنا عايزين نناقشه بأكثر استفاضة، هنعمل ايه؟ الحل ايه علشان نوصل ليه؟ طيب انا هتوقف هنا وارجع لحضرتك في قصة الحل، لان ده اعتقد موضوع مهم جدا. استاذ سعيد احب اسمع ملاحظاتك ايضا عن احنا ملاحظاتنا الاساسية انه زي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل، الانتخابات لبعض مش لمعظم الناخبين غامضة، لان الانتخابات تعني ان هناك ثنائية مع وضد. هذه الانتخابات البرلمانية ما فيهاش مع وضد، الكل مع، الكل يدعي أنه مع الحكومة القائمة، مع رئيس، مع برنامج الرئيس السيسي، مع برنامج السيسي. فعشان كده الناخب مش عارف، طب لما هم كلهم مع بعض نازلين انتخابات ضد بعض ليه؟ فهذا الغموض انعكس. أهم ملاحظة رصدناها اليوم هو أنه في الدوائر اللي كان مراقبين فيها أن الوجوه القديمة من السياسيين القدامى هي التي استطاعت أن تحشد أنصارها أمام اللجان. هل ده منفر للناس ولا ما كانش له أي تأثير؟ لا مش منفر، لأنه في النهاية يعني لحسن الحظ أو معرفش لسوء الحظ أن احنا بنتكلم عن قائمة من الجيزة لأسوان، فدي قائمة طبيعتها الديموغرافية يعني في أوجه اتفاق بينها، قبليات، عصبيات، ابن القرية، ابن البلد، فالناس ما عندهاش استعداد تغامر تختار ما بين قوائم متعددة ولا تختار بين 6000 مرشح. لكن أنا اللي أعرفه هو، واللي عاوز أقوله هنا إنه معلش إحنا نتكلم عن الحزب الوطني كنخبة سياسية وحقوقية زي ما إحنا عاوزين نقول، زي ما نقول عليه المنحل، نقول عليه مفلول، لكن في النهاية في الانتخابات وفي الصعيد تحديداً في تركيبة اجتماعية معروف عنها انها ما بيفرقش معاها لا حزب وطني ولا فلول، في حاجة اسمها ابن القبيلة وفي حاجة اسمها ابن البلد وابن القرية والعائلة طبعا، فدي تركيبة لازم نراعيها. فعشان احنا بنقول كلام في الاعلام والواقع بيقول حاجة تانية. النهاردة انا في ما اقدرش احدد نسب مشاركة لان كان متباينة، كان عندي في لجان الاقبال عليها ضعيف ومتوسط وفي لجان فعليها إقبال. يعني إحنا عندنا قرية العتمنة في طهطة بسوهاج دي فيها 16,000 صوت، دي مرشحة أعتقد يعني في الفرز النهائي هتحقق نسب تصويت، لأن كان عليها زحام شديد، وده راجع لأنه حد من ابن القرية نازل انتخابات. في قرى أخرى كان في هدوء، في البحيرة مثلا في إيتاي البارود وشبرا خيط كان في هدوء، يعني ما نعرفش ده دور مين، ده دور المرشحين في المقام الاول ان هم بيحشدوا انصارهم بس. فعشان كده احنا اول حاجه رصدناها حضرتك من 9 صباحا في بعض الدوائر رصدناها انصار المرشحين القدامى، كانوا اعضاء مجلس الشورى، كانوا اعضاء حزب وطني، قيادات سياسيه، قيادات في الحزب الوطني، استطاعوا ان يحشدوا انصارهم ويخرجوا للتصويت. دي اهم الملامح اللي احنا رصدناها النهارده. الحاجه الاخيره انه الحمد لله ما عندناش كوارث، يعني ما نقدرش نقول في حاجه تزعجنا وتخلينا خايفين. التزوير مثلا ما فيش في ظواهر اختفت تماما، تزوير، تسويد، منع الناخبين من النزول من بيوتهم، ما بقاش موجود. كان زمان الاقباط، منع الاقباط طبعا. شويه في النهارده ارهاصات او مقدمات اعتقد بكره هتظهر بصوره كبيره في احد التيارات السياسيه يحاول ان يشعل حربا طائفيه بينه وبين حزب سياسي. واضح. هي معركه
في الأصل سياسية، ولكن أنا بقول لحضرتك وافتكر كلامي ده، ستتحول إلى معركة طائفية في هذه الانتخابات وفي المرحلة الثانية كمان تحديدا، لأنه هيبقى فيه وجود أكتر بين تيار سياسي. احنا بنتكلم بوضوح النهارده ياسر برهامي هاجم نجيب ساويرس، نجيب ساويرس رفع قضيه على نادر بكار. هتسمعي عن هنتجاوز ده دي النخبه بتعمل كده. يعني نجيب ساويرس يرفع قضيه لانه راجل فاهم، لكن انصار المرشحين انا اتمنى انه ما يحصلش، بس بقول لحضرتك ده مرشح يبقى عندنا ازمه، يجب التدخل سريعا. وحب مصر ايضا، وابتدينا هو خلاف سياسي لكن الغطاء بتاعه غطاء طائفي وديني، مفترض انت في منافسه مع حزب سياسي يبقى المعركة معركة سياسية، فللأسف دي نفس الممارسات. وأنا للأسف الشديد يعني أحد المداخلات اللي حضرتك عملتيها النهاردة، يعني الصور إحنا نشرينها صور موثقة لهذا المرشح تحديدا، ينقل أنصاره بميكروباصات عليها صورته، ويمارس أنصاره يمارسون الدعاية الانتخابية أمام اللجان. ده ذكرناه في منتصف النهار. كان في ظاهرة أخرى وهي حزب النور حاول في بعض القرى اللي هو متواجد فيها جاب سيارات نص نقل وتكاتك وحملها بميكروفونات ودعا أنصاره للخروج، وده بنعتبره حشد يعني ممارسة الدعاية أثناء والتأثير على بتاع. المفترض أنه في آخر يوم الناس ما فيش تأثير مادي ولا معنوي ولا حد بيقول لهم أي حاجة، بيذهب إلى اللجنة ليدلي بصوته بحرية. أستاذ أيمن، كنا بنتكلم عن الحل، ازاي نقدر يعني هذا المناخ السياسي الملتبس بعد ثورتين انتهى بقانون انتخابات مش كل الناس راضيه عنه، انتهينا بان احنا بننزل او الناس بتنزل الدوائر مش عارفه ترشح مين، مش عارفه الناس، هل احنا هنا الحل يبدا جذوره منين؟ هو طبعا اولا فيما يتعلق بان في قانون انتخابات عليه خلاف، ده شيء طبيعي جدا في اي دوله من دول العالم، مفيش قانون الناس كلها تبقى راضيه عنه. تمام. فيما يتعلق بفكرة الحشد وفكرة المشاركة السياسية، إذا كان أنا النهاردة عندي انتخابات فردي وقائمة والقوائم فيها أحزاب ونسبة المشاركة كانت ضئيلة في اليوم الأولاني، ولو جينا على دائرة مثلا من الدوائر فيها مثلا 30 مرشح 35 مرشح، ده المفروض لو كل مرشح بس معاه 10,000 واحد هيدلوا أصواتهم، يعني الدائرة دي بقى فيها راحوا فين؟ 3 مليون. مفيش، راحوا فين؟ لأن مفيش حد عنده برامج ومفيش حد عنده أجندة ومفيش حد بقى واضح للناس، في حالة من الإحباط موجودة في المجتمع المصري. الحاجة التانية الأحزاب السياسية وتنافرها، واللي وصلنا معرفش كام، 90 حزب ولا وصلوا 100 حزب مش فاكر الأسماء، ولكن في النهايه فين هذه الاحزاب السياسيه لما هم كان عندهم اساسا عجز ومش قادرين هم يكملوا عدد اعضاء الجمعيه العموميه اليوم؟ عشان كده لما هنيجي لو عايز انا اصلاح، الاصلاح بيتم من اكتر من جهه. يعني لو بتتكلم عن مشاركه وانتخابات وفيها قوائم، في اين الاحزاب السياسيه وبرامجها، واين هم الشباب داخل ده؟ احنا القايمه اللي شغاله، يعني القايمه اللي شغاله مش قايمه حزب، وده الغريب، انها مثلا كنا متخيلين قائمه الوفد هي اللي هتنزل، يعني تكون القائمه السباقه مثلا، احنا فوجئنا ان القائمه اللي موجوده هي قائمه تضم مجموعه من الاحزاب، لكن في النهايه 80% منها مستقلين. ويا ريت هم كمان قادرين ان هم يحشدوا الحشد اللي كان متوقع. يمكن الحاجه الوحيده اللي رصدناها في الحشد وكان في اسكندريه وكان في دايره محرم بيك برضه، هو كان حزب النور اللي كان عنده قدره على الحشد وكان عنده قدره ان هو يجيب الناس ويشتري اصوات ويعرض اصوات. فهنا فين الناخب المصري النهارده اللي هو عنده استعداد يبيع صوته ب 100 جنيه و200 جنيه ب 500 جنيه؟ هيؤثر ذلك على مستقبل مصر كله، وده المشكله اللي احنا رصدناها. هو النضج السياسي، المرشح وهو يمارس هذه الافعال لا يعتبر نفسه يمارس شيء مخالف للقانون، الناخب وهو بيقبل ده وهو شريك فيه شايف ان هو ده شيء مشروع بالنسبه له، قلنا لهم اللحمه والزيت والسكر والصابون اللي خدوه ولحقوا في العيد، لا يعني كل ده يقول لك يا ريت في انتخابات كل يوم خلينا ناكل ونشرب. الاجانب بيبصوا على الكلام ده ازاي؟ للاسف احنا هم طبعا كانوا رصدين دوت وكانوا مستغربين جدا ليه، لكن احنا وضحنا لهم الصوره، وهو ده بقول التركيبه في بعثتنا، لان كان لازم ان احنا نوضح له ايه هي الابعاد اللي موجوده. ما انت عندك مستوى دخل الفرد في مصر كام؟ عندك اسلوب المعيشه ازاي؟ ايه هي حقوقه وخدماته اللي بياخدها؟ ولذلك احنا حتى في برامجنا كبعثه دوليه كنا بنشوف ايه الابعاد الاجتماعيه اللي ممكن تؤثر على المواطنين وعلى استقلاله في صوته الانتخابي، هيدي صوته لمين؟ اللي هيقول له تعالى هدخلك الجنه ولك قصر في الجنه وحور العين، ولا اللي النهارده بيديله زيت وسكر وبيقول له هضمن لك وظيفه، ولا هيدي صوته لمين؟ هل انخفاض نسبة المشاركة ممكن يشوه صورة الانتخابات في العالم أمام الأجانب مثلا؟ هو في تيارين، في تيار ممكن ياخد هذا الحدث
لضعف المشاركه السياسيه ويتاجر بيه ويشوه الصوره ويقول لك برلمان لا يمثل. هو عندنا طاير ده شغال اوريدي وده موجود وشغال واحنا بنواجهه في جنيف وفي مجلس حقوق الانسان ويعني بنقدر نرد عليه. التيار الثاني وهو التيار على الاقل مش هقول بقى اللي هو معه لكن الموضوعي، انا لما اجي اقيس ضعف المشاركه السياسيه لازم ابحث ايه هو اسبابها. انا عندي تيار النهارده عمال يخوفني ويرهبني وعمال يعمل لي قنابل ويتنشر في الاعلام تفكيك قنبله ويتنشر ان في الجيزه حد ضرب نار من فوق سطح وطلع يجري، ما هو ده هيرهبني يخليني انا مش عايز اشارك. تفجيرات حدثت على مدار الاشهر الماضيه وحوادث اغتيال كان اشارها بس اغتيال. بتفتكر ان ده هو المؤثر على على ده احد المؤثرات اللي موجوده. ما انت لازم انك انت تجمع هذه الاسباب علشان تحط ايدك على المشكله عشان تقدر انك انت تضع الحل. لكن في النهاية انت على المستوى الدولي حققت انجازات كثيرة جدا، اخرها هيبقى الانجاز بتاع البرلمان. ان لم يستطيع المواطن المصري انه يثبت للعالم انه مازال جبار ومازال قادر ان هو يغير ويختار برلمانه، اي نعم هيبقى في عندنا تحديات كتيرة بتقابلنا على المستوى الدولي في نسبة المشاركة السياسية اللي موجودة. اظن يعني لازم براجع بس الارقام في تونس بعد ايضا الانتخابات البرلمانيه كان برضو فيها مشاركه متوسطه الى حد ما. طيب انا برضو مشغول زي حضرتك تماما بنسب المشاركه، بس هل مش المفروض ننشغل بيها يعني صلحوا لنا الفكره، هل ممكن ما ننشغلش بنسبه المشاركه ونعتبرها انها مش مهمه؟ احنا ما عندناش سكور، يعني احنا مش عاوزين، ما عندناش تارجت عاوزين نحققه. التارجت الدولي ما بين 25-35% تقريبا اللي هو الارقام الدوليه. كويس، احنا نسبه المشاركه في هذه الانتخابات بنقيسها على ايه؟ قبل ثوره 2011 يناير 2011 ولا بعد؟ يعني اقول لحضرتك من 95 حتى هذه اللحظه اعلى نسبه قبل ثوره 25 يناير كانت 50% انتخابات 95. كويس، بعد ثوره يناير كان عندنا اعلى نسبه 55 اللي هو برلمان 2011. يعني حتى الرئاسيه بجلاله قدرها بكل 55 ده كتير، 55% ده كتير. بس ده اول برلمان وكان في بقى بعد التنافس الرهيب اللي بين الاخوان، تنافس بتتكلمي عن تنظيم في 80 دوله جاهز ومعاه الفلوس وشغال في الشارع. فالاكثر جاهزيه فحشد انصاره. وطبعا ما كانتش الصوره واضحه للناس فعندك نسبه. طيب هل احنا دلوقتي واحنا قاعدين نقدر نقول في اليوم الاول مؤشرات التصويت؟ انا رايي ان ده عبث. يعني يعني اولا في عليك في حاجه اسمها تكتيك انتخابي، يعني حضرتك لو انت مرشحه وعارفه ان في اعاده، اول يوم هتودي تدلي بدلوك وتضع البيض في سله واحده ولا الاول بتجس النبض بعدين بكره وبعدين انت عندك دي انتخابات؟ بجد في تكتيك انتخابي؟ عارف فيه. عارف لو في تكتيك انتخابي انا انبسط صدقيني. يعني عارف لو والله بجد يعني يعني ممكن اتخيل ان النور ممكن يبقى عنده تكتيك انتخابي. تفتكر الاخرين عندهم تكتيك انتخابي؟ عندك يا رب. عندك احزاب موجوده وشغاله يا رب. لا في وعندك بكره. زائد خليني اقول لحضرتك هي ثوره 30 يونيو مش المفترض انه الناس عاوزه تحصد ثمار الثوره من خلال هذا البرلمان؟ مين اللي عمل ثوره 30 يونيو؟ بتوع المكاتب ولا الناس اللي في الشارع وحزب الكنبه والناس؟ ما في ربما حاله احباط، في ربما حاله ان الناس مش عارفه تنتخب مين، المرشحين ما يعرفوهمش. لا عارفين، وعارفين ان اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. دوائر فيها 69 مرشح. ده انا وقفت حقيقة. انا وقفت على الورق انا شخصيا لولا ان انا بدور على اسمين انا عارفاهم وهم اللي عايز عدم عمال اقرا مين دول، يعني ناس غريبه جدا. الناس هتنتخب مبدا اللي تعرفه احسن من اللي تعرفوش، اللي جربوه قبل كده. معلش مش مشكله الناس ان الاحزاب القديمه والجديده لم تستطع الوصول اليهم لتقدم لهم افكارهم وبرامجهم السياسيه، لكن الناس عارفه هي عاوزه ايه. وانا بطمن حضرتك وبقول لك يجب ان ننتظر قليلا، مش عاوزين نغلط الغلطه اللي غلطناها في الانتخابات الرئاسيه. مزبوط. والناس وما فيش لا احنا لا احنا بهدوء شديد جدا بنراقب الموقف وبنقول الارقام تعلنها العليا للانتخابات واحنا على ثقه انه في النهايه والله هو ده اللي موجود عندنا. وكده كده لا هنجمل ولا هنزيد، كده كده هنعرف. احنا مش داخلين سباق مع حد، لكن احنا المزاج الانتخابي في مصر الناس مش متعوده يعني التصويت بكثافه والخروج انا بقول لحضرتك ان اعلى نسبه 55% من المصوتين كتير برضو 55% يعني دول يعني كان وقتهم 50 مليون يعني 25 مليون خرج. معلش بس احنا بقى النهارده استاذ مصطفى باكي بيتكلم على 10% نسبه التصويت
ما انا ما يعني ده على عوده لا ما أنا عن الارقام لان مش هنحسبها الا بكره مش هنحسبها الا بكره مقدرش الا بكره وبعدين عندنا اعاده ولسه اعاده عندنا اعاده خلينا نتكلم قد تكون الاعاده ربما اسخن كمان بالتاكيد بالتاكيد طب ارجع تاني للمخالفات يعني منزعجه جدا من فكره شراء الاصوات هنا بقى دور العليا الانتخابات ايه هل انا ما اقدرش العليا الانتخابات تتحرك الا اذا كان هناك بلاغ يعني وحد قبط على الراجل وقبط على الراشي وقبط على المرتشي ولا ايه بالظبط ما هو بالتاكيد طبقا للقانون ما ينفعش ان انا القي اتهامات كده بالباطل على الناس وعلشان كده احنا في البعثة عندنا احنا لسه مقدمين شكوى النهارده بتاعت شراء الاصوات في المينيا لان احنا الفيديو موجود والعربيه موجوده وتسليم الفلوس كان موجود ومشيرين الفيديو على صفحتنا على المرصد بتاعنا فبنقدم شكوى للجنه ومن حقك انك تقدم بلاغ للنيابه والاجراءات مين القانونيه اللي مين اللي كان بيبيع الاصوات يعني مرشح في المنيا اسمه عماد مش بحث اسمه على المرصد عندنا على الموقع حزب ايه ولا طياره نطلع الفيديو يا جماعه لو سمحتوا على صفحه مرصد الانتخابات مرصد الانتخابات نشوف الفيديو 2015 فيديو بتاع المنيا شراء الاصوات وتقدمنا بشكوى رسميه للجنه العليا المشرفه على الانتخابات وهي تتخذ مطارات بتاكيدها تحيل النيابه العامه ويتم التحقيق في الواقع طب بس دي حالة لكن حضرتك بتقول لي انه في حالات اخرى كثيرة وانه من 50 جنيه ل 200 جنيه انا عندي مشكلة في الاثبات حتى في مرحلة الدعاية لما تقدمنا بالشكاوى لما كان في بعض لما كان حزب النور عامل شكاوى الرز وعامل الادوية ولما كان في مرشحين بتبيع مش بتبيع عاملة اكياس اللحمة في عيد الاضحى وكانوا في منهم اقباط في المطرية يعني عمل اضحية وكيس اللحمة ولما تقدمنا بده وهم اتصلوا بينا وقال لك انتوا بتظلمونا وانتوا بتتابعوا متابعه مش عارف ايه وانتوا مع الاخوان المسلمين انتوا يعني كلام فارغ لكن في النهايه جيت بقول له انت اللي عملت ده قال لك انت شفتني قلت له بس انصارك ومؤيدينك وحملتك قال لك دول مش حملتي الانتخابيه ما اعرفهمش معاك بالظبط معاك عقل بيني ما هو قالوا كده برضو مع حزب النور طب يا سيدي مين اللي عمل كده قال لك دول الخصوم هم اللي عملوا هذه الدعايه عشان يورطوني عشان تتقدموا انتم ببلاغ متواطئين معاهم تتقدموا ببلاغ يؤدي الى شطب من الانتخابات ده نظريه مؤامره متكامله الاركان يعني كلام فارغ يعني طب يعني هل فتره الدعايه كانت كافيه ما يمكن كمان احد المشكلات انه بصراحه اسبوعين فتره دعايه قليله جدا على كل العدد ده من المرشحين لا انت حضرتك كده بتلتمسي لهم العذر لا الدعايه لا شغاله بفكر بدور على اسباب الدعايه شغاله من قبل فبراير من قبل المحكمه الدستوريه لا ده مش كده بس كمان شراء الاصوات اللي حضرتك عاوزه ترصديها هتستني بكره في منتصف النهار وبرده مش هتبقى كامله لكن لو عاوزه ترصدي شراء الاصوات شوفيها في الاعاده في اليوم الثاني في نص النهار هتلاقي الصوت بقى فعلا بفلوس لان هو ده الحسم مفيش حد هيرمي فلوسه دلوقتي وعارف انه 90% رايح قاعد فشراء الاصوات ما يزعجناش قوي شوفوا حضرتك طالما انه انعاش للاقتصاد في فلوس لا انا ما اقصدش طبعا انا بهزر طالما انه دي جريمه طالما انه الناخب لا تعترض ارادته شيء للوصول الى اللجنه بحريه دون قيد لا من الدوله ومؤسساتها ولا من تيار انصرت مرشح اخر ده في حد ذاته كويس جدا طالما ان الدوله ومؤسساتها بعيده تماما عن اداره العمليه الانتخابيه والتدخل فيها تدخلا ماديا لا لا خالص تماما خالص انا شايفه انها بعيده زياده ده كويس جدا لا يعني انا رايي انها بعيده زياده بمعنى انه كنت افضل ان الدوله يكون لها دور مش في الترويج ولكن دور في التحفيز دور في الاهتمام دور في يعني ده دور اخر ملوش علاقه بانه هو يحفز فلان او يحفز علان يحفز على العمليه الانتخابيه انا شايفه ان الدوله يعني مش مهتميه قوي بالقصه وازود لحضرتك كمان الدوله مقصره في ايه لما الرئيس السيسي قال ان حكومه المهندس شريف اسماعيل ستستمر وستعرض على البرلمان للحصول على ثقه ده معناه ان من يريد هذه الحكومه ان تستمر عليه ان ينتخب مرشحين في البرلمان مؤيدين لوجود الحكومه وكان يجب ان تعلن الحكومه صراحه عن قائمه وتيار سياسي مش تتدخل لانجاحه ولكن على الاقل يجب ان تعلن الدوله من معها لانه المشكله ان كل الناس قالوا احنا مع الدوله فكان يجب هنا على الدوله تقول مين اللي معايا طب ما يمكن ده كان محبط لمين؟ موضوع استمرار الحكومة بمعنى أنه فكرة البرلمان أن أنا يبقى عندي أعضاء في البرلمان ويبقى فيه أكثرية والأكثرية يكون لها ضغط أنها ممكن تختار وزراء وأنها تعمل ده يمكن كان شيء محبط بالنسبة لناس كتير جدا أنه هي دي الحكومة اللي قاعدة وحطارت برنامجها على البرلمان وما تنسيش حضرتك تصريحات سيادة الرئيس لما قال أن أنا ما عنديش فواتير بسددها لحد ان في بعض رجال الاعمال اللي كانوا قبل كده بيحشدوا للعمليه الانتخابيه وبيطلعوا العمال اللي عندهم في ميكروباصات واتوبيسات يروحوا في وقت من الاوقات احجموا عن ذلك وعملوها برضو في الانتخابات الرئاسيه
ممكن يكونوا بيعملوها دلوقتي، وبالتالي هي لعبة مصالح. هل انت البرلمان ده انا هيكون بالظبط، هل البرلمان ده انا رأس المال ليه دور فيه، المال السياسي ورجال الاعمال ليهم دور فيه ولا ما لهمش دور فيه، المكاسب اللي جايه ليهم حق فيها ولا ما لهمش حق فيها، الاستثمارات اللي تدخل في مصر ليهم حق فيها ولا ما لهمش حق فيها. انا شايف ان في برضو صراع خفي موجود ما بين بعض رجال، بس ده في رجال اعمال كتير مرشحين المفروض ان هم انصارهم يدعموهم يعني. ممكن يعني يعني ايه افضل شيء خرجت بيه النهارده وايه اسوأ شيء خرجت بيه النهارده؟ افضل شيء الحمد لله زي ما قلت لحضرتك في البدايه ان احنا ما عندناش كوارث، يعني ظواهر انتخابيه سابقه الحمد لله اختفت، مش موجود لا عندنا حاجه اسمها تسويد ولا عندنا حاجه اسمها تزوير ولا حاجه اسمها ضغط على الناخبين ولا الورقه ولا الدواره ولا الورقه الدوار ولا النقاب الدوار ولا كل انا اعتقد دي كلها انتهاكات. علمنا والله حاجات كثيره جدا من الانتخابات اللي فاتت تؤثر على اراده الناخب. أسوأ حاجة هو استمرار تيار سياسي بعينه ان يدير العملية على اساس ديني، رغم ان احنا خلصنا من هذا الموضوع. متوقع انه هيحشد بكرة بشكل يعني انا سألت النهارده سؤال، هم راحوا فين السلفيين؟ هو فين التوابير؟ او في القعدة جايين هيحشدوا بكرة، وهتلاقي بكرة انتهاك صارخ لقواعد الدعاية، وهتلاقي بكرة يعني احنا النهارده عندنا مكبرات صوت على التكاتك وعربيات الدستان. انا بقول لحضرتك من قبل ما يحصل ولو هم سامعيني بقول لحضرتك بكره ستجد مكبرات الصوت في المساجد في بعض القرى تدعو لانتخاب مرشحين بعينهم. انا بقول لحضرتك ده هيحصل، وحزب النور لن يتخلى عن مرجعيته التي يجتسب بها الفقراء وذات المستوى التعليمي المتواضع للحصول على فرص الفوز في البرلمان. استاذ ايمن هسالك نفس السؤال، ايه افضل شيء النهارده خرجتم بيه من او الاجانب علقوا على ايه افضل شيء؟ كنت لسه اقول لك افضل شيء ان البعثه الدوليه بخير ما حصلهاش اي ضرر او اي اعتداء او اي حاجه، رغم ان عشان عندنا ناس من 42 دوله موجودين معانا غير الكوميس الاتحاد 19 دوله افريقيه. لكن انا محبط بالنسبه لي فكره عمليه المشاركه السياسيه، لان كنت اتمنى واتوقع ان كان ممكن يكون الشكل افضل من كده. الحاجه الثانيه فكره ان مازال لسه البعض بيستغل فكرة الدين، وهو ده اللي هيبقى الخطر الحقيقي اللي موجود إذا كان هناك تيار موجود في البرلمان يقدر إن هو يحرك ويؤثر في ده. لكن إحنا بنتمنى إن باقي القوى اللي موجودة، يعني ما ينفعش كل القوى دي كلها مش قادرة إن هي تبقى منتشرة وموجودة، ده لو كل واحد جاب قرايبه، لو كل واحد جاب عيلته والناس اللي شغالين معاه، يعني هم ما عندهمش قرايب لا ازاي يعني كل واحد عنده عيله، يعني كل واحد عيلته تنزل يا جماعه في ايه؟ ما عندهمش. طيب موضوع غريب جدا يعني هم جايين من مقطوعين من الشجره، رشح نفسه ليه؟ طيب لا يعني شيء غريب بقى 69 يعني انا قلت 69 مرشح في دايره، ده هلاقي الدايره دي بقى مليانه ناس قرايبه مش مقتنعين، ده كل 69 مرشح، لو كل مرشح جاله 100 بس اللي هو العماره. طب هم ترشحوا ليه؟ ما هو ده سؤال مهم جدا. يعني حضرتك ترشحت عشان يبقى مرشح سابق. مرشح سابق. ما كان في مرشح محتمل قبل ال مرشح محتمل ده ايام الرئاسه. كان مرشح محتمل. وفي البرلمان مارسوا دعايه انتخابيه كمرشحين قبل فتح باب التسجيل قبل سبتمبر للاسف يعني. فيعني نتمنى ان الناس تدرك اهميه المرحله، اهميه البرلمان ودوره في المرحله اللي جايه، اهميه ان احنا كمان لازم نقدم ونكمل الصوره الحلوه اللي رسمناها وعملناها منذ 30 يونيو، ان احنا نكملها ببرلمان موجود فيه نسبه مشاركه معقوله، على الاقل يبقى في برلمان يقدر يقوم بدوره المهم في المرحله اللي جايه. واعيد واكرر ان برضو التخوف الحقيقي انا مش من برلمان 2015، برضو يا جماعه خدوا بالكم في محليات احنا اثناء رصدنا وشغلنا من 6 شهور كان هناك جماعات تشتغل على الخدمات العامة للمواطنين وبيشتغلوا وبيستعدوا للانتخابات المحلية منذ 6 أشهر، وأعني بذلك تيارات دينية ومنها الإخوان المسلمين. إحنا أثناء إحنا أثناء مرورنا بالتحالف بتاعنا اللي بنأسسه في كل محافظات مصر 1030 جمعية أهلية، وعملنا جلسات استماع عشان نشوف احتياجات الناس، رصدنا وقتها تحركات لنفس مجموعات موجودة بتنتمي للإخوان المسلمين بتشتغل على الانتخابات المحلية قبل ما يبقى في برلمان. خدوا بالكم الانتخابات المحلية هي الديمقراطية الحقيقية، هي الحضانة اللي احنا المفروض نشتغل عليها. عندي حوالي 53 ألف عضو مجلس شعبي محلي هيتم انتخابهم، لو تم اختراقهم
الامر يبقى صعب بمصر. وده بنوجهه لكل الاحزاب وكل القوى المدنيه بقى ارجوكم يعني مش بس انتخابات البرلمان، احنا عندنا انتخابات المحليات وهي الاهم فعلا. 25000 مش كده 25000 عضو 53000 يعني رقم رهيب، وهي دي اللي بتحرك مصالح الناس، يعني هي دي اللي بتحرك خدمات بقى خدمات الناس ومصالحهم المباشره والبسيطه، وبالتالي ده يعني عضو البرلمان ممثل عن الأمة هيشرع ويراقب ويناقش موازناته ويعدلها، عضو المحليات هو بقى بتاعك بقى بتاع الخدمات. بشكركم شكرا جزيلا استاذ ايمن عقل منسق البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات، ايمن عقيل ونبوس ايمن عقيل انا اسف بيزعل اصلا، والاستاذ سعيد عبد الحافظ منسق التحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية. نخرج فاصل وبعد الفاصل نواصل هذا الحوار وحيكون معنا استاذ عصام شيحة والاستاذ محمد البرغوثي.